أنا علي الشقيري، ممثل عراقي مقيم هنا في مصر، ودي أول تجربة سينمائية لي. شخصيتي في فيلم عزيز ابن الأستاذ محمود بزاوي والأستاذ النجمة وفاء عامر. هو المسؤول في قصة الفيلم، هو المسؤول عن كل الترتيبات اللي بتحصل في الخان، وهو المسؤول عن النزلاء وعن ترتيب نظام الخان على أي نزيل يدخل. فالحمد لله دي أول شخصية رئيسية لي وأول ظهور سينمائي في مصر، الحمد لله رب العالمين. سبق الظهور السينمائي ده أي ظهور درامي أو شاركت في أي أعمال دراما في مصر؟ ظهرت يعني ظهرت في حاجات بسيطة كانت لسه بداية، بس الحمد لله رب العالمين إن ده أول فيلم سينما بيظهرني بالشكل الصحيح. طيب لو المصريين شافوا اللقاء ده وقلشوا على البدلة دي تقول إيه؟ اي حد عايز ياخدها، اي حد عايز ياخدها. الفكره بقى في اللقطه، والله البدله تصميم الفاشن ديزاينر امريكاني توم ألسون، فكان بيحب انه يعمل لي حاجه كده ملفته للنظر، فاختار اللون ده وعملها في الشكل ده. طبعا حبيبي يعني انا هي طبعا مختلفه وشيك وكل حاجه، بس يمكن بنختلف عن شعبان عبد الرحيم لو تعرف بدله، كان دايما لازم يبقى فيها لقطه ملفته. انت رايك ايه؟ شايف حد ممكن يقول لك ان انت شبهه او بتقلده النهارده؟ لا، هو مش تقليد ولا، بالعكس هو ربنا يرحمه طبعا. هي الالوان بس ملفته للنظر شويه، فانك تلبس لون مميز كده تلفت النظر بس. حبيبي عايزين نتكلم عن بشكل عام دور شغلك في العراق، هل قدمت حاجات في العراق وكان ليك برضو تواجد هناك؟ انا بالنسبه لي ممثل عراقي الحمد لله، يعني لي اكتر من 17 مسلسل واشتغلت كتير، وبعد كده انت عارف الفنان مهما يشتغل ليه طموح اكبر، فاحنا ما لناش غير انه مصر هي هوليود الشرق وهي ام الدنيا، فلما انا كلنا العرب كلنا في مصر عايشين زي اهلنا بالظبط. انت كفنان عراقي شايف اللي حصل مع محمد رمضان ازاي؟ والله مش شايف حاجه لحد دلوقتي، مش شايف حاجه لحد دلوقتي. رايك طيب في اللي حصل وصورته مع الاسرائيلي وقفه من التمثيل، تقول عندك ايه؟ مش قادر اقول لك حاجه، عشان اولا ما فكرتش في اي موضوع، وانشغلنا بالفيلم بتاعنا والنهارده الافتتاح، ف ماليش لا تعليق. حبيبي حاجه تانية الفتره اللي جايه ان شاء الله في اتفاق، بس لسه مش عايز اعلن عنه. ان شاء الله حاجه كويسه باذن الله. الله يخليك يا استاذ. تسلم لي يا حبيبي. الله يخليك يا استاذ. شكرا.